المنطقة في هذا المحفل في منتدى الإعلام العربي في دورته 22 تحت شعار مستقبل الإعلام العربي. منذ انطلاقته في عام 2001 حقق المنتدى أرقام قياسية وعديدة، أكثر من 70,000 شخصية إعلامية، أكثر من 900 جلسة تفاعلية، أكثر من 4,500 متحدث من 160 دولة، وأكثر من 250 اتفاقية شراكة، والأرقام كثيرة وعديدة في هذا المنتدى. في هذا الحدث الذي يؤكد مكانة دبي كمنصة حيوية وموثوقة للحدث وللفكر المبدع والآراء الخلاقة نحو إعلام هادف وإيجابي يخدم شعوب المنطقة، نجدد الترحيب بكم في هذه الجلسة النقاشية تحت عنوان الإعلام الرياضي. محدثكم يوسف صالح، سيسعدني أن يرافقني في هذه الجلسة الإعلامي والأستاذ الرائد محمد الجوكر، خريج جامعة الإمارات تخصص الإعلام، حاصل على جائزة الصحافة العربية وجائزة الدولة التقديرية وجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي وجائزة العويس الثقافية وجائزة الاتحاد العربي للثقافة العربية للوفاء. حياك الله معانا أبو سلطان. اليوم نحن نتكلم عن جلسة رياضية، ولكن قبل الحديث عن افتتاحية هذه الجلسة نبارك لنادي العين حصوله على بطولة كأس آسيا والنجمة الثانية، وكذلك نبارك لنادي الوصل حصوله على لقب الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا يسعدني ويشرفني وأشكر الحضور من الأخوة والأخوات على تواجدهم، وأبدأ بحواري معكم. هذه الصورة أنا أعلق على هذه سنة 89، يعني هذه الصورة قبل 35 سنة قمت بالتعليق على المباراة. الإعلام الرياضي في دولة الإمارات بشكل عام بدأ تحديدا مع تأسيس بلدية دبي مجلة الأخبار دبي الدورية التي كانت تصدر في تلك الفترة عام 65، وكان رئيس تحريرها الأستاذ كمال حمزة. في هذه الفترة نظمت بريطانيا عام 1966 كأس العالم لكرة القدم، تحولت نشاطات كرة القدم في إنجلترا في هذه المجلة، ومن ثم هذه المجلة أخبار دبي التي ساهمت في إعلاء كلمة الإعلام الرياضي. ثم مع بداية السبعينات كانوا أبناء الإمارات يدرسون في لبنان والعراق ومصر وبعض الدول الخليج مثل الكويت، يأتون بالمجلات الرياضية، ثم دخلت الثقافة الرياضية في الأندية، وبدأت الأندية تصدر مجلات رياضية كانت قوية لها مكانتها، ساهمت في إثراء العمل الإعلامي الرياضي، خاصة في هذه الفترة، فترة قيام الدولة. كانت الدولة مهتمة بإفادة أبنائها في كثير من الدول، وكنا نستعين بالشباب الذين يتعلمون في هذه الدول العربية التي ذكرتها، ثم يأتون بصور ومجلات يتعهم نضعها في مجلات الحائط في الأندية. هنا كانت البداية الحقيقية لانطلاقة الإعلام الرياضي، لكن كمفهوم شامل للإعلام الرياضي بمعناها الحالي انطلقت حقيقة في أبوظبي عام 1981 قيام دول مجلس التعاون. بعدها بالسنة الإمارات نظمت لأول مرة كأس الخليج عام 82، انطلقت كلمة الإعلام الرياضي من خلال ندوات شارك فيها الدكتور عبد الله بشارة أمين عام دول مجلس التعاون، الدكتور عبد الله النويس، والشيخ عيسى بن راشد رحمة الله عليه. هنا الحقيقة بدأ مفهوم الإعلام الرياضي يتحول من المحلية إلى الإقليمية، فإذا الإعلام الرياضي تاريخ حافل حقيقة على مستوى المنطقة. مثل ما نعرف أبو سلطان أن في السابق كانت هناك يعني مجلات رياضية، نعم، ولكن هذه المجلات وقفت عن أنها تصدر مرة أخرى بحكم التطور، بحكم التغير في مجالات الإعلام. لكن إذا نحن بنتحدث عن تطور مجال الإعلام الرياضي، كيف نتكلم عن تطور هذا المجال؟ كيف بدأ؟ وهل الإمارات مع دخول الأحداث والألعاب الرياضية، إذا تكلمنا عن كأس الخليج، نتكلم عن كأس الأندية التي نظمت في الإمارات، نتكلم عن كذلك سباقات الفورمولا، كأس دبي لسباقات الخيول، هذه الأحداث هل هي ساهمت كذلك في تطور مجال
الإعلام الرياضي؟ الأندية لعبت دور كبير في تطور الإعلام الرياضي. الحياة الثقافية في الأندية وفي السبعينات تختلف عن اليوم. كانت هناك لجان ثقافية، كانت هناك مجلات، وأنا أذكر مجلات النصر. نادي النصر أصدر أول مجلة رياضية ثقافية في مطبعة العصرية زمان، وثم كانت هناك مجلة أيضا للاتحاد العماني للطلبة كانوا يصدرون مجلة، ثم تطورت أصبح النادي الأهلي لديه مجلة، الوصل لديه مجلة، الشباب لديه مجلة، الشارقة، العين، الجزيرة، كل هذه الأندية كان هناك تفاعل ثقافي كبير. وبالتالي انعكاس دور الحياة الثقافية في الأندية زمان تختلف كليا عن اليوم. اللي ذكرت طال عمرك الأحداث الرياضية، ما في شك الأحداث الرياضية تطور الإعلام الرياضي. اليوم الإمارات تتمتع بوجود 3 قنوات رياضية هامة، تتمتع وجود مؤسسات إعلامية ضخمة، تتمتع وجود مواقع إعلامية قوية، تتمتع وجود كفاءات إعلامية. الإمارات من الدول القليلة جدا التي اعتمدت على الإعلامي الرياضي المحترف، يعني كل العاملين في المؤسسات الصحفية كلهم إعلاميين محترفين، فهي أكثر دولة من دول الوطن العربي إعلاميينها محترفين. الأحداث التي ذكرتها الحقيقة هي لا شك تلعب دور. اليوم في تنافس بين القنوات 3 من حيث طرح المواضيع وكسب الناس والمشاهدين. الإعلام الرياضي أصبح له خاصيته. زمان كانت الإذاعة تلعب دور كبير في نقل مباريات الإذاعة، زمان كان التلفزيون ينقل الأحداث أولاً بأول. اليوم في تنافس قوي حاصل، كما شاهدنا بالأمس نهائي كأس آسيا، كما شاهدنا المباراة الأخيرة اللي فاز فيها الوصل. كل هذه العوامل ساعدت على أن الإعلام الرياضي في الإمارات متفوق من حيث الكم، ويحتاج الحقيقة إلى زيادة التنافس من أجل مصلحة الرياضة في الدولة. أحداث اللي ذكرتها تساعد، الفورميلا وكأس الدوري العالمي والبحر وإلى آخره، ساهمت في ارتقاء باسم الإمارات من خلال الإعلام الرياضي، لأن هي تعتبر، يعني دائما نحن نقول أن الصحافة الرياضية هي العربة التي تقود الجريدة. الصحافة الرياضية التي تقود العربة الجريدة إلى أكبر قدر ممكن من الناس والمتلقين لها. أبو سلطان، بديت في مجال الإعلام في عام 1978. يعني إذا بنتكلم أكثر عن 45 سنة في مجال الإعلام. نعم. كتبت الكثير من الصحف والكثير من المقالات، وكذلك أرخت كتب عديدة. يمكن كان حديثي معك أكثر من 35,000 مقالة. نعم. كتبت عبر عدة صحف في دولة الإمارات، لكن حابين نعرف الجمهور شو هي أبرز المحطات في دولة الإمارات اللي تتذكرها خلال 45 سنة؟ محطات كثيرة، لكن أبرزها في المجال الإعلامي. صحيح. نتكلم في المجال الإعلامي، أبرزها هو 9 سبتمبر 1969 إنشاء قناة تلفزيون الكويت من دبي. هذا الحدث لا يمكن أن ننساه. أبرزها تأسيس جريدة الاتحاد سنة 69، أبرزها ظهور جريدة البيان مايو 1980. أحداث كثيرة مرت علينا من الناحية الإعلامية وحققت نجاحات لأبناء الوطن بشكل كبير. أنا لله الحمد، أعوذ بالله من كلمة أنا، عملت في جريدة الوحدة كمراسل سنة 79 مراسل في دبي، والجريدة الوحدة كانت من الصحف القوية. أنا ذاك تنافس جريدة الاتحاد الله يذكره بالخير، كان راشد العويمة الله يحفظه هو رئيس التحرير. من ثم انتقالي إلى جريدة الاتحاد سنة 80 لغاية سنة 90، مراحل طالب في الجامعة، مرحلة مهمة جدا، أني كنت أدرس في الجامعة وزميلي الأخ داود موجود، كنت أدرس في الجامعة وفي نفس الوقت كنت أعمل. هذه الدراسة النظرية والتطبيق العملي ساعدتني على أني أكون أول صحفي إماراتي محترف في مجال الصحافة الرياضية. ثم طبعا انتقالي إلى جريدة البيان، هذه المرحلة أيضا مرحلة مهمة، 34 سنة في البيان، 10 سنوات في الاتحاد، 2 في الوحدة، فترة قضيتها الحقيقة لله الحمد لدي ما يقارب عن 21 كتاب تم إصداره، وهذه الكتب كلها رياضية تخص أصحاب السمو الشيوخ وقياداتنا والمؤسسات ودورات كأس الخليج وإلى آخره. ما المقالات التي ذكرتها، نعم، تصل الآن أكثر عن 35,000. لدي أكثر عن 400 ساعة تلفزيونية توثيق، 400 ساعة تلفزيونية توثيق، 120 حلقة في دبي و67 حلقة في الشارقة، وهناك حلقات خاصة في قناة أبوظبي، غيرها من قنوات دول الخليج. هذا العمل التوثيقي
والتاريخي الواحد يفتخر فيه ويعتز فيه، لأن اللي قدمه قدم خدمة للوطن. وبالتالي فترات لأن احنا كلنا نشتغل كان في عمل حقيقي وكان هناك عمل ميداني. اليوم الوضع اختلف، اليوم في سهولة وبساطة بالنسبة للإعلامي. أبو سلطان، يمكن تحدثت أن بدايتك كانت أنت كنت كشاب كنت تعمل وكذلك تحت في مجال الصحافة. يمكن كان سمعتك مع أحد الأخوات كنت تتحدث معها أن هي زارتك البيت وانبهرت بالمتحف اللي مسويه في بيتك. فشو بما أننا نحن اليوم نتكلم عن اليوم الأول المخصص لفئة الشباب، كيف تنظر إلى دور الإعلام الرياضي ومشاركة الشباب في هذا المجال؟ والحقيقة أولاً أنا لله الحمد لدي مكتبة متواضعة أحتفظ بها تاريخي. أنا يوم سألت البنت هي ما قالت متواضعة. لا لا شيء ما شاء الله. الحمد لله مكتبة يعني كتبت فيها تاريخي من خلال هذا العمل الطويل اللي قمت فيه. ونحن طبعاً في الإمارات ولله الحمد نفتخر بما وصلت إليه الدولة في كافة المجالات، منها الثقافية والاجتماعية والفنية والإعلامية. والشباب اليوم هم أصحاب الخير والبركة، وأعتقد أن اليوم كما نرى من خلال هذا التواجد الحشد والإعلامي الكبير أن يكون للشاب المواطن دوره في إبراز قدراته وإمكانياتنا، لأن تم تكريمنا قبل فترة كرواد للإعلام. ونتمنى إن شاء الله أن نذكر دائما الرواد القدامى لأنهم أصحاب خبرة. قد يكون الشاب الإعلامي مستعجل بعض الأحيان في بعض القرارات وبعض الأمور، لكن كل ما نريده أن نقف بجانب هؤلاء، كل ما نريده أن الأكاديميات التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة أن يكون لها دور، وليست أكاديميات من أجل الشو والمنظرة وإلى آخره. نريد أكاديميات إعلامية حقيقية تستطيع أن تقدم. جامعة الإمارات عندما كنا ندرس كانت هناك حقيقة أساتذة على مستوى عالي جدا كانوا يدرسون في مفهوم الإعلام، يعني كلهم عمداء في الجامعات في الدول اللي كانوا ينتمون إليها، فتعلمنا منهم. فنريد نحن إعلام حقيقي ميداني وليس إعلام نظري، لأن ما نراه أن الإعلامي مستعجل واستعجاله وانفعاله وعاطفته لا تفيد. فنريد الإعلامي الذي يتمكن أن يكون موضوعي وهادف وصادق وقادر على أن يحقق نجاحات. هنا وراء حقيقة من عدد من الوجوه الإعلاميين الناجحين ياسر ومشعل وأستاذ عدنان، يعني ناس إعلاميين يقدمون الرسالة الإعلامية. وأنا الآن أرى أيضا عدد من الشباب الإعلاميين اللي يحتاجون لمثل هذه الدورات ومثل هالنظرات ما يجون. يعني أنا دائما أطلع أقول حضر الأستاذ وغاب التلاميذ. للأسف الشديد كثير من الشباب اللي نشوفه بري موجودين يتمشون يعني مجرد تمشي، لا يحضر يسمع لفلان وفلتان حتى يستفيد. وهذه مشكلة حقيقة تواجهنا نحن، يأتي المحاضر سواء كان هذه خبرته أستاذ أو لكن نجد التلميذ يذهب يسولف مع هذا يسولف مع هذا. هذه ظاهرة خطيرة يجب أن توقف، يجب أن نتعلم. الذي يأتي لمثل هذه المحاضرات يجب أن يخرج معه برسالة تثبت حضوره، فهمتني؟ فهذه مسألة حقيقة نحن محتاجينها. هذا الجيل جيل اليوم مستعجل للأسف. أنا ضد، مش ضد بس أنا أتكلم الحقيقة. جيلنا نحن حفر في الصخور. نحن كنا نذهب مباريات 15 سنة الساعة 3 ننتظر مباراة كرة الطائرة بعد 15 سنة. اليوم لا، يذهب الإعلامي أو المعلق قبل المباراة بربع ساعة لأنه ماخذ معلوماته كلها من الآيباد أو من الآيفون. فهذه مشكلة. يمكن بنفس المحور ننتقل للمحور الآخر. تحدثت بأن نحن نحتاج إلى إعلام حقيقي، وإعلام غير مستعجل، لكن في الآونة الأخيرة أصبحنا أن نشاهد الكثير في مجال الإعلام، الكثير من لديه شغف في مجال الإعلام أصبح أنه يأخذ مصادر الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر المنصات المنتشرة. الكثير من المنصات اللي في مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أن رسالتها أسرع من الصحف. صحيح. من ناحية نقل المعلومة بطريقة سلسة بطريقة سريعة. فهل أنت مع هذه الظاهرة أن أصبح الإعلامي يكون مرجعه هي مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من أن يستخدم الصحف؟ أنا أرى هنا أمامي المذيع عبد الله إسماعيل، واحد من أشهر المذيعين المواطنين، ولد مجتهد وإمكانياته حلوة قدراته هائلة حي الظهر. وأرى أمامي هناك لا يستطيع أن يدخل، يعني كالمنجي مثل ما يقول ما يحضر. فليش عبد الله ياي ومشعل وعدنان وغيره ياين نستفيد؟ التواصل الاجتماعي أصبح الظاهر.
لا يمكن أنك أنت تتجاهل. واليوم نحن كإعلاميين تقليديين لابد أن نواكب التطور الذي حصل، ما في شك. السوشيال ميديا أثر كثير. زمان نحن في البيان كنا نصدر 76 صفحة، نصدر الرياضة 24 صفحة، اليوم 4 صفحات. الخليج كانت تصدر 16 صفحة رياضة، اليوم صفحتين. في أزمة كورونا، التقنية الحديثة، التواصل الاجتماعي أثرت تأثير كبير. ويمكن أخوي ياسر واحد من أشهر الناس اللي يكتب في المواقع أيضا عارف هذا الشيء. نحن نشعر أن هناك في تنافس، لكن تبقى الصحافة الورقية ذات قيمة، لأن هي المصدر الحقيقي والموضوعي في الطرح. اليوم أي خبر تقرأه في وسائل التواصل الاجتماعي لا يصدق إلا أن يخرج بالعبر وسائل الإعلام الرسمي، سواء تلفزيون أو إذاعة. فارق كبير حقيقة بين. وكيف تنظر بالسلطان إلى تأثير هذه المواقع التواصل الاجتماعي في مجال الرياضي؟ لا، في مجال الرياضي يعني اليوم أصبح التواصل الاجتماعي الحقيقة شر لابد منه، في رأيي شر لابد منه. لابد أنت أن تواكب هذا الشيء والتطور الذي حصل. اليوم 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 الحقيقة التواصل الاجتماعي هناك يفيد، وهناك أيضا من بعض بدون ما أذكر لقب تلقاهم يعني ماخذين أجواء وماخذين شهرة وماخذين ضجة وماخذين أمور يعني لا يمكن تتخيلها. يعني يعني قد ما أنا بقول كلمة يعني كلمة مو بزينة، لأن أنا في مكان إعلامي كبير، لكن نحن نريد الإعلامي الذي يقدم المادة الحقيقية للمتلقي الرسالة الإعلامية يقدمها بشكل موضوعي، بعيدا عن الإسفاف وبعيدا عن الشخصنة وبعيدا عن الأمور الشخصية. اليوم الحقيقة التواصل الاجتماعي أصبحت ظاهرة خطيرة جدا. لهذا الدولة وفرت أو نظمت مؤسسات قانونية تحمي الأمور الحقيقة حتى لا تفلت الأمور، لأن هناك بعض الأشياء أو بعض الأقاويل والإشاعات التي تصدر أحيانا كثيرة في بعض السوشيال ميديا تؤثر على الرأي العام. صحيح. وبالتالي تأثير الرأي العام على المتلقي الرسالة هاي ظاهرة خطيرة، خصوصا اليوم الجيل الأطفال. يعني أنا للأسف شديد لما أفتح مباراة الأخيرة أجيب طفل صغيروني عمره ما كمل 3-4 سنوات يعمل كذي. يعني شو معنات هذا؟ وين هذا المخرج اللي يفكر يطلع الطفل يعمل هيك؟ لما يجيبون طفل عمره 8 سنوات تنتقد وتشتم مؤسسة رياضية كبيرة. هذه يمكن أصبحت معظم المنصات أنها تبحث عن الأرقام أكثر عن الفائدة. ترى اليوم خالف تعرف، من يخالف نظرية خالف تعرف أصبحت هي السائدة للأسف الشديد. أنا أقول هذا الكلام من منطلق إيماني وصدقي أن نحن نعاني، وحقيقة نحن نعاني من هالشيء. فلذلك نحن علينا أن ندرك أهمية خطورة الإعلام. الإعلام سلاح، إذا لم نستخدم هذا السلاح هو سلاح ذو حدين، إذا سأنا استخدامه سنضر. ودائما قيادتنا ترشدنا وتهدينا وتنصحنا وتوجهنا بأهمية دور الإعلام. الإعلام أصبح أقوى من السلاح، وبالتالي علينا نحن من خلال هذا المنتدى ومن خلال هذا الحشد ومن خلال هذه الكوكبة الموجودة أن يعني نستفيد منها ويفيدون المجتمع، حتى لا نتضرر من بعض أطفال الإعلام أو بعض المراهقين الذين أصبح اليوم فجأة هم النجوم، هم المشاهير. وبالتالي عندما تذهب أي مكان تجد واحد من المشاهير أو من المؤثرين تلقاه يتقدم رئيس تحرير. يعني أنا في كثير من المناسبات أحضرها ألقى بعض المؤثرين يجلسون في الصفوف الأولى. لك كل الاحترام بصفة. والقيادات والأفكار الموجودين في الصفوف الأخيرة. هذا الآن نقبله. الإعلام ذات قيمة معنوية كبيرة. هناك من يرشد ويتحدث وينظر، هذا كلام غير مقبول. أنا أتحدث من واقع تجربة، من واقع يعني الماس شعرت فيه كثير من مرات. والله أسير ألقى اللي يجلسون في الصفوف الأولى المؤثرين. شو المؤثرين عمي؟ قال لا، ما النجوم وسائل التواصل الاجتماعي، أما قيادات العمل والفكر في آخر الصفوف. هذا لا يجوز. صحيح، ما علي أنا شوي صريح. لا بالعكس. إيه. صراحتك تشكر فيها خلاص احنا داخل 64 داخل 65 بعد هذا هنشوف كيف أنا كيف جميل هني 35 سنة بو سلطان. ما شاء الله بو سلطان. يمكن لو نحن بنتكلم شوي عن هذه الصورة، ما شاء الله تبارك الرحمن أكثر عن 45 سنة في مجال الإعلام، مشيت في كل محطات الإعلام، من معلق رياضي، من كاتب مقالات، من كاتب صحفي، من مؤرخ كتب، تجارب كثيرة. حدثنا عن هذه التجارب.
كيف بدأت وقصص وحبك لمجال الإعلام، ليش دخلت الإعلام بالذات؟ هو الحقيقة أنا أعوذ بالله من كلمة عاشق المهنة هاي، يعني لا أخفيك أنا أتكلم معكم بس فكري بعيد. وأنا حين في حد من المقالات قريتها قلت إن الصحيفة هي زوجتي، جريد نعم زوجتي الأولى. صحيح صحيح. تعليقك؟ أنا حقيقة وأنا جالس الآن معكم والله مخي بعيد، شغال في موضوع كتاب جديد إن شاء الله سوف أصدره، فلذلك مخي موجود معانا حاليا هنا. إيه فلذلك الحقيقة في مجال هذا المجال يمكن لما تحدثنا سنة 65 أول دورية لابد أن نذكر من كان له دور معنا في نشأة الإعلام، أخواننا من السودان، أخواننا من مصر، أخواننا من الدول العربية، لا يمكن أن ننسى هؤلاء، كانوا هم الرواد الحقيقيين الذين كانوا يعلمونا. فلذلك الحقيقة المشاهد التي أمامي الآن أتذكرها جيدا، وبالتالي ما قمت به خلال الفترة الماضية كمعلق رياضي في سنة 77، ثم لما كنت متفرغا لأني كنت عاشق الصحافة، ثم إصدار لله الحمد الآن 21 إصدار كتاب، وهذه الشغلات الحقيقة متعبة لكنها محببة. من يريد أن يعمل في مجال الإعلام لابد أن يكون لديه رغبة وحب وثقافة وعلاقات، فبالتالي هذه مسألة الحقيقة تحتاج إلى أمور يعني تشبيهك بالصحافة بأنها مثل الزوجة. نعم نعم نعم، لأني أنا لا أخفيك أنا حتى في شهر العسل تركت زوجتي وذهبت لصحيفة الجمهورية في مصر، والله لأني عاشق أني أشوف أتعلم من عندهم شو يسوون، فكنت دائما أترك المدام في الفندق أسير صحيفة الجمهورية. أستاذي كان ناصف سليم. زعلت أم سلطان؟ زعلت. ناصف سليم، ما حد منكم لو يعرف ناصف سليم، هذا أستاذ الصحافة الرياضية في مصر، هم ثلاثة، نجيب مستكاوي، عبد المجيد نعمان، ناصف سليم، هذين الثلاثة هم أساتذة الصحافة الرياضية في العالم العربي، هم من خلقوا شيء اسمه الصحافة الرياضية. كنت وأنا صغير كنت أدرس أجلس معهم، تعلمت من عندهم، فهؤلاء الحقيقة كانوا عمالقة، عمالقة فعلا عمالقة. بالتالي عندما تذهب إليهم وخاصة بعض الصحف عندما تذهب لديهم مؤسسات، اليوم الصحفي إذا كبر قالوا له بس تقاعد، قمة العطاء بعد 60، أنا الحين كملت 64 سنة قالوا لي تقاعد. فلذلك أنا في رأيي في بعض الصحف، أنا أتكلم عن نقطة في غاية الأهمية، يجب أن تصل هذه الرسالة إلى من يهمه الأمر، لمن يعنيه الأمر. كلما كبر الصحفي وصل مرحلة معينة من العمر، كلما زاد فكرة ونضجه، ما صار تدخل على 70-80 سنة عندهم مكتب خاص للكتاب. الكويت نفس الشيء، فوق 70 عندهم مكتب خاص للكتاب. نحن لما وصل 60 قال لا والله كبره أعطوه تقاعد. لا، لابد، ونحن في هذا المكان أتمنى من يكون لديه علم أن يرفع هذه التوصية، استفيدوا من خبرات. اليوم الجيل الجديد ايضا من نشيط وحماسي، من بينهم الاخ علي الظاهري اللي موجود معنا من جريده البيان، ما شاء الله عليه، ايضا نحييه. فلذلك نحن نريد مثل علي ومثل محمد ومثلك، نريدهم تكونوا متواجدين يستفيدون، ما يتمشون كل واحد يتمشى وضرب له كوفي وطالع ايباد ماله وانستغرام ماله وحسابات، لا نريد عملي. صحيح. لازم يكونون عمليين موجودين داخل الميدان، داخل الإعلام. إذا ما تكون أنت مبحاب الشغلة ما يمكن تعطي، هذه صراحة، خصوصا ظل يمكن ياسر يعرف إدارات المؤسسات الإعلامية إذا لا تهتم بتكوين صفوف ثانية وثالثة لن تستطيع أن تنجح، لأن اللي يحصل اليوم أي إعلامي يأتي على هذا الكرسي، كرسي الحلاق، أنه يتغير يا شل مجموعة السابقة يا الثاني شل مجموعة الساغل، ما في استمرارية تواصل، هذا الشيء ما يكون صحي دائما، غير صحيح. وهذه أخطر ظاهرة تعالج، إن مش في الإمارات، لا في الوطن العربي، كل من يأتي مسؤول يأتي برفقاء وأصدقاء وشلته وربعة، طيب العمل اللي بنيته يبتدي من أول جديد، وهذه الحقيقة ظاهرة شوي مؤثرة. أبو سلطان، إذا بنتكلم يمكن بمفهوم العلاقات، لكن كيف تنظر إلى دور الرياضة في بناء علاقات بين الشعوب المنطقة؟ شوف، شفنا يعني نعطيك مثال اللي هو كأس العالم في قطر. في قطر. إيه. شوف حبيبي، أنا ما بتكلم عن كلام العلاقات بعلاقات، أنا والله الحمد لي الشرف
أني عملت أول لقاء مع صاحب السمو رئيس الدولة 19 نوفمبر 82. لي الشرف أني عملت أول حوار مع الشيخ محمد بن راشد. وآخر كتاب بعد نعم تسليمه. فالعلاقات ترجع على الصحفي نفسه، الإعلامي نفسه، مدى مصداقيته، مدى علاقته، مدى تأثيره. هذا الدور يخلق الإنسان نفسه بتعامله مع الآخرين، بتعامله مع المصادر. والدور الرياضة اليوم أصبحت يعني مثل ما نقول أمن قومي. الرياضة أمن قومي، نعم الرياضة أمن قومي. قالها لي المرحوم فهد الأحمد، قال لي يا محمد أن الرياضة اليوم أمن قومي، بمعنى أنك تحمي شبابك من خلال ممارسة رياضية حقيقية، أن تحمي شبابك من خلال طرح رياضي صحيح، مش طرح رياضي متهور. حصل بعض الخلافات في الدول العربية بسبب إعلام متهور. الجزائر ومصر صارت المشكلة السياسية بسبب إعلامي متهور. لكن أيضا حصل قبل فترة إعلامي متهور عندما أساء إلى نادي العين. صحيح. فلذلك الإعلامي الذي يجلس على الكرسي يتحمل المسؤولية ويطرح بنضج ويطرح برؤية. الرياضة اليوم أصبحت جزء مهم جدا في استراتيجيات الحكومة. ونحن في دولة الإمارات لله الحمد من رئيس الدولة، نائب رئيس الدولة، نواب وأعضاء مجلس الوزراء، كلهم رؤساء أندية ولاعبين ورياضيين. هؤلاء الحقيقة يعطونا التوجيه الصحيح، يبحثون عن بناء علاقات صحية، علاقات نعم أخوية. يعني المسج اللي جاء من صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان للشيخ محمد بن زايد الله يحفظه تهنئته، هذا معناه إيش؟ معناه أن الرياضة تجمع وتزيد من العلاقات. وهناك أمثلة كثيرة 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 أن الرياضة كيف نجحت في سطح العلاقات بين الدول. والرياضة لعبت تقارب كبير. يعني أنا حضرت دورة الصداقة والسلام سنة 1980 في الكويت. فهد الأحمد رحمة الله عليه خذ مصحف الشريف وأعطى لاعب المنتخب الإيراني ولاعب منتخب العراقي برغم الحرب اللي كان بينهم، ودخلوا معهم المصحف، ولذلك أطلقت عليها دورة الصداقة والسلام. الرياضة لها مكتسبات كبيرة، لها مغازي كثيرة، لها أهداف كثيرة. وبالتالي الحقيقة في هذا الإطار لو أخوض فيه لا ننتهي. العلاقات بين بكين وواشنطن لعبة بينك كرة الطاولة، العلاقات بين إيران وأيضا وأمريكا، زيارة الأبطال الملاكمة أو بطال المصارعة. فدائما العلاقات هذه الحقيقة لعبت دور كبير. البرازيل، لماذا أصبحت البرازيل لها مكانة خاصة بدول الخليج؟ معظم أهم المدربين الذين جاءوا إلى منطقة الخليج كانوا من البرازيل. ماريو زاغالو الله يرحمه، كارلوس البرتو، سانتانا، غيرهم جو من البرازيل. فعشقنا السامبا البرازيلية. وبالتالي الرياضة طال عمرك أصبحت حقيقة وسيلة في غاية الأهمية. والإعلام الرياضي أخطر من الرياضة، لأنه هو اللي يغذي المجتمع والأفكار الموجودة. إذا بنتكلم أبو سلطان عن مسيرة طويلة كثيرة في المحافل المحلية وكذلك المحافل العربية، ومن الإعلاميين الذين تركوا بصمة في مجال الإعلام، أكيد هناك كثير من القصص والتجارب الشخصية في مسيرتك. من الإعلاميين اللي تركوا في حياتي؟ أي تركوا بصمة. والله الإعلاميين كثار. أنا لا يمكن أنسى خالد محمد أحمد، الأستاذ خالد محمد أحمد، رئيس تحرير، أول رئيس تحرير في دولة الإمارات، تعين من تخرج من جامعة القاهرة، عين الشيخ زايد رحمة الله عليه وكيل وزارة الخارجية. لكن لأنه إعلامي، الشيخ زايد رحمة الله عليه يابه كإعلامي حطاه في جريدة الاتحاد. الشيخ زايد قد لا تعلم أن علي الشمو الله يعطيه الصحة والعافية حاليا هو رئيس المجلس الأعلى السوداني، يابه من السودان حطاه وكيل وزارة الثقافة في دولة الإمارات. ليش؟ عشان يغذي القاعدة الحقيقية من الإعلاميين على مستوى. نظرة الشيخ زايد كانت عجيبة، يختار أشخاص ويحطهم في أماكنهم الصحيحة. يعني لا يمكن أن أنسى هذه الأسماء، لا يمكن أن أنسى الدكتور عبد الله نويس، واحد من أفضل من مر في تاريخ الإعلام في دولة الإمارات، وكيل وزارة الإعلام، كان رجل إعلامي على مستوى عالي جدا، لا يمكن أن أنساهم. يعني لا يمكن أن أنسى زملائي من الصحافة الرياضية في سواء من مصر أو السودان أو من سوريا أو من تونس، أو يعني كثير أسماء لا يمكن أن أنساها. طبعا على الدول الخليج على عشرات من الأسماء. لكن أقول أن دائما من علمني حرفا صرت له عبدا. أنا لا أنسى المرحوم محمد علي حسين، صحفي بحريني توفى قبل فترة، كان أستاذ بمعنى الكلمة، يعرف داود، علمنا، استفدنا من عنده، خرج عندما توفى نتذكره. فلذلك الحقيقة في هذا المجال هناك أسماء عديدة، أسماء كثيرة. يعني
إذا بنتكلم نحن أبو سلطان، نعرف أن في كرة القدم هناك ثلاث كروت، الكرت الأخضر، الكرت الأصفر اللي هو الإنذار، والكرت الأحمر اللي هو الطرد، لكن إذا حطينا نحن كرت أخضر، كرت أخضر وكرت أصفر، لمن ستعطي الكرت الأخضر ولمن ستعطي الكرت الأصفر؟ هو الآن في كرت الوردي، كرت الوردي نفس لون شنطات حضرتك، الكرت الوردي هذا اللي بيعطون اللاعب اللي ارتجاج في المخ ولا شيء، يعطون البطاقة الوردي يتعالج ويرجع مرة ثانية. هذا نظام جديد بيطبق الاتحاد الدولي. طبعا الكرت الأخضر أعطي للأخوة والأخوات اللي تشرفوا وأخذتنا من وقتهم وجلسوا يستمعون إلي. الكرت الأحمر نوجهه لمن طنشنا وراح وغلط، يمكن ترجع للفار. ارجع للفار، ترجع للفار. نصيحه للشباب اخيرا، لا الشباب ما انصحهم، خليهم يرسم بيوتهم اللي حابين يدخلون هالمجال، مجال هذا واحد منهم. شوف النصيحه الحقيقه، الواحد ينصح الشباب هو الاهتمام بالعمل اللي يوكل اليك، أن تحب هذا العمل، أن تعشق هذا العمل حتى تبدع. هذه نصيحة باختصار، ما أقول خدمة الوطن لأنه واجب علينا، خدمة الوطن واجب علينا، فبالتالي نصيحتي هو حب العمل. يعني في بداياتي كانوا عندنا بعض الرياضيين يجون يتعينون في الصحافة الرياضية، والله يا مشعل كلام صحيح، يونا مثلا على سبيل المثال العميد حسن سهيل دكتور خرج جامعة الإمارات جاب يكون محرر عندنا، وليد الشباني تخرج جامعة الإمارات جاب يكون محرر عندنا، لعيبة كرة زينين أقول له روح أغطي السلة قال لا أنا بغطي قدم، روح أغطي اليد قال لا. فبالتالي الإعلامي يجب أن يبدأ من الصفر لكل الرياضيات حتى صحيح. يتعلم ويستفيد. صحيح. أنا كرئيس قسم ما أبغي واحد يصير يتوه يتعلم في مباراة الوصل للأهلي أقعد ساعة ونص لتراجع، لا سرعة موجود اليوم. بالتالي نصيحتي هو أن نستفيد من الإمكانيات التي تتوفرها الدولة لنا في كل المجالات. نحن حديثنا منصب عن الإعلام الرياضي، أن نستفيد، أن نتعلم، أن نبعد عن داخلنا الحسد والغيرة ونفكر فيما هو أفضل. صحيح. وبالتالي الحقيقة هذه نصيحتي. شكرا للكاتب والإعلامي القدير محمد الجوكر، شكرا لكم حضورنا الكريم على وقتكم اللي استمعتوا فينا في عنوان الإعلام الرياضي، شكرا لكم. سلطان يعطيك العافية. الله يحفظك.